الكارتيير ديالها. هذه صوره كي صوره ثانيه تجديد المناعه. عافاك الله يخليك تقاد الميكرو. تجديد المناعه بشكل جميل جدا. ثم تنخليه على انه الاعضاء ديالنا تتنفس بشكل صحيح، تتاخذ دم الجديد وتتاخذ مناعه جديده وتتاخذ اوكسيجيناسيون جديده ومناعه افضل. نعم جميل. شحال الانسان يقدر يدير الحجامه مره في هو اللي منصح به مره في كل 3 شهور. يعني تنحاول ناخذوها ديما قبل على اي مستوى يعني ولا لا تاخذوا على العمود الفقري اساسا بدايه ثم تنشوفوا الاعضاء اللي عندنا فيها عياءات. إلا عندنا عياءات في العينين او عياءات في الظهر او عياءات في الركبه تنحاولوا نمشوا لذاك المناطق تنديروا بين 5 ديال النقاط الى 11 نقطه مثلا. ممتاز. اليوم احنا دائما في اطار اننا كنعطيو حلقات اللي هي مفتوحه لكل مستمعي ومستمعات اللي حابين يتواصلوا معنا من خلال الوصفه الطبيعيه اللي كتكون موجوده واللي كتواكب كل فصل ديال الصيف. هنايا غنخصوه دائما التغييرات المناخيه اللي كاينه. كنشوف تبارك الله الحراره عاود ثاني ارتفعت وكاينه على اشدها، يعني كل المدن المغربيه الا كتعرف الارتفاع ديال درجه الحراره. غنبغيو وصفات اللي هما طبيعيه اللي تقدر تبرد الدوات ديال الناس، وخاصة نتكلموا على الفئات ديال الأطفال والفئات ديال الناس المسنين. كاينة وصفات طبيعية أستاذ اللي فعلا كتبرد؟ نقطة محورية وشرب الماء. نعم. وشرب الماء كل ما خديناه بشكل صحيح تتكون حركية ديال الدورة الدموية نشطة، وتنحسوا على أنه كل الأعضاء اللي تتنظم الدم تتنظم الماء في جسمنا تشتغل. من الليبوتالاموس اللي هو بين جهة العينين شوية اللور بالأذنين، ثم الى لي شانت اللي عندنا في الجلد تنعرقوا بشكل صحيح، تنعرقوا مزيان ما تنعرقوش بزاف، وتنعرقوا وتنخليو الجسم ديالنا يتبول بشكل صحيح. ديال الكلاوي خصهم يخدموا، هنا في معدنوس مزيان، في الخس خطى الخضراء، ثم عندنا شويه ديال الفواكه اللي نحاول ناخذوها طازجه كما هي لانه فيها اكثر من 90% تاع الماء، وحنا تنشربوا وحنا تنحركوا القنوات الدمويه. واجمل ما كاين في الفواكه والخضار الاملاح المعدنيه، الفيتامينات، لي زونتي اوكسيدون اللي تيصحوا ذاك القلق والتوتر والعصب. ثم تنحاولوا ما امكن ناخذوا كل ما هو 100% فوائد صفر بقايا. علاش؟ لان الجسم ديالنا تيشتغل بواحد بواحد الماء بأدنى ما كاين من الهضم والجهد والطرد السموم الى ارقى ما كاين هو الامتصاص تاع الاملاح المعدنيه والفيتامينات ولي زونتي اوكسيدون، حتى الجسم ديالنا تاخذ الحيويه. هنا تناخذوا السكر سامبل جلوكوز، تناخذوا لي فريكتوز بشكل صحيح، الجسم تينتعش بلا ما تتعب. نعم ممتاز. عندك شي تاتي كتبغي شي وصفات طبيعيه من اي ناحيه؟ لا فعلا، لان كما قلتي دابا على وداني ملي كيكون الحال سخون بزاف، خصوصا كنشوفوا في دول يعني اللي ما مولفينش ان يكون عندهم يعني الحال سخون، فالناس الكبار والاطفال كيموتوا ملي كيكونوا كنسميوه بما يسمى بالكانيكول، فالناس كيموتوا. هنايا يعني في المغرب مثلا عندنا بعض المدن اللي كتكون فيهم درجات الحراره مرتفعه فيعني مثلا ما نكرناش هكا تعطينا شي وصفات اللي يقدروا يساعدوا الناس على انهم يعني يقدروا يتحملوا شويه هاد ارتفاع المفاجئ ديال الحراره. كنا فاس الجمعه وجدا السبت والحد، طلبت من عندهم ما ورد حر وما زهر تنرشوا به في قريحه طيبه والانتعاش. هذه من الامور الحيويه يعني عجيب، هذه كلها امور قديمه ولكن صالحه، امور جميله وكانت تنتعشوا بها. فنجمعوا بين الاصاله والخير اللي عندنا اللي هو الاكتشافات الاخيره ونحاول نضموهم جميعا حتى نكونوا ان شاء الله في واحد المتعه. ممتاز. مازال نرجعوا دائما نرجعوا للرشاشه والبلفيريزاتور حتى ان شاء الله نكونوا في الاشياء الطبيعيه بطبيعه الحال. كل شيء طبيعي بالطبع. مازال